استاذ. طبعا معي حق لك شو. هي اطمنت عليكم انا، لازمكم شيء؟ سلامتك. سلبي لي على جعوزك. لك شبه؟ يعطيكم العافية. أهلين أستاذ. تفضلي ارتاحي يا أستاذ، تفضلي. ما بيصير حضرتك واقف. لا لا معلش، اللي مثلك ما بيصير توقف وتتعب حالها، لازم ترتاح. تفضلي ارتاحي. أهلين وسهلين أستاذ، شرفت المكتب، شرفت المكتب، نور بقدومك. المكتب منور بوجود الآنسة وردة، ما شاء الله. اسمها وردة وهي وردة، اسم على مسمى. خجلتني استاذ. لا ليش الخجل؟ الواحد بيخجل من خصلة عاطلة فيه لا سمح الله، بس ما حدا بيخجل من حلاوته وسحره وظرافته. اهلين وسهلين استاذ جميل، خطوة عزيزة. شو بتحب؟ نضيفك شاي، قهوة، زهورات، مليسة؟ لا استاذ سالم، ممكن تتكرم علي بشي كاسة؟ على حيني. تفضلي يا سي وردي، تفضلي. لك لا تستعي، هي انا قعدتنا. كيفك؟ ان شاء الله الاستاذ سالم ما عم يضايقك. يعني بين فترة والتانية الا ما يمرق له كم كلمة، بس اخف من اول بكتير. لا تزعلي مني، يعني الحق مو عليه. ما في رجال بالدنيا ممكن يقعد ويشوف هالجمال ويضل ساكت، يخزي العين عني. تفضل استاذ، كاسه المي. تفضل يا انسه وردي. شكرا، مالي عطشانه. خذ رجعها من محل ما جبتها، لانه الانسه وردي مو عطشانه. بس انا مالي جايبها للانسه وردي، انا جايبها لها. مو انت قلت لي جيب لي كاسه مي؟ ايه مزبوط، بس كنت حابب الانسه وردي تشربها لحتى تضل مفتحه وريحتها فواحه، مو عطشانه الانسه وردي بلاها. وعيل على بالك متجوز وعنده ولدين. شو عم توشوش يا ولاد؟ بعد عنا وروح وصينا على قهوه. على عيني مثل ما نبهتك. ها بس مو سخنه القهوه استاذ. لا تواخذيني أنا سوردي، بس أنا عم عاقب لك يا. طمنيني، أنت مرتاحة بالدراسات؟ ماشي الحال، كله شغل. طيب شو رأيك أنا أدك بالدراسات و... وشو؟ لا رح خلي لك ياها مفاجأة. الله لا يعطيني عافية، طول هالوقت ومالي منتبه لها لوردي. حدا بيعين هي أمل سكرتيرة وبيترك وردة الحلوة؟ مذكرة إدارية بناء على مقتضيات المصلحة العامة. 1، تنقل الآنسة أمل إلى الذاتية. 2، تنقل الآنسة وردة الحلو من الذاتية إلى مكتب المدير كسكرتيرة. يبلغ هذا القرار من يلزم وينفذ فورا. أكيد أمل هلأ بدها تزعل، لازم خفف عنا. مذكرة إدارية، ونظرا للجهود الكبيرة التي بذلتها الآنسة أمل أثناء عملها كسكرتيرة في مكتب المدير، تصرف مكافأة وقدرها 500 ليرة. لا شو 500، هي مو من صلاحياتي. ها تصرف مكافأة وقدرها 300 ليرة سورية. التوقيع جميل الحمصي، 4. أنسة أمل. نعم يا أمل حياتي. تعي خدي البريد. هوا بس هالمرة رح يطيرك. طيري. شبيك لبيك أمل بين إيديك، اطلبوا منا أستاذ. هذا البريد وقعته، وزعيه فوراً. تأمر على الرأس وعلى العين أستاذ.
أنسي أمل قلت لك إنه التمثيل خلاص، يلا. شو أستاذ؟ امشي على مكتبك. هو أستاذ. هلا بتشوفي إنه طيرك. يا سلام سلم، المكافآت بتتكلم. 300 ليرة؟ يا عين يا عين. صحيح ما له بحرزين، بس هذا دليل انه الاستاذ جميل بحبني. تنقل الآنسة أمل جمال إلى الدراسات. لكان قرار المكافأة ستحنك. شو جميل ما؟ بعيد الشر بعيد الشر. لكن شوفي يا استاذ ما في حدا غيرك الا يلغي، انت صديقه بتمون عليه. الله يخليك الله يخلي لك ولادك. خليه يلغي، ما بدي اياهم الاثنين يلغيهم يلغيهم. لك شو هدول الاثنين يلغيهم؟ القرارين. انو قرارين؟ شو صريف 300 ليرة لازم تضحكي بعد ما تبكي. اذا ما بدك اياهم انا باخذهم. لا 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 لا، هذا عاملتي لك شي عملة كبيرة. والله ما عملت شي، والله ما بصير. بتكوني ناسياني شي قرار شي موعد شي شغلة. ابدا يا استاذ ابدا، ما بصير الا يكون في سبب. والله ما بعرف. طيب طولي بالك طولي بالك. هلا شوف فوت لعنده انا لجوا. الله يخليك. شو الموضوع؟ طولي بالك لفوت لجوا افهم شو الموضوع وبحاول له يلغي القرار. الله يخليك يا استاذ وزي، ما المعروف ما رح انسى لك. خلاص 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 مرحبا. عم يقول مرحبا شبنا ما ترد. نعم شو بدك؟ الله ينعم عليك. ليش هيك عم تناوفيني؟ ليكون مفكرني شي موظف عندها. خاطرك اخي عندها. ريح ريح انت. انا ريحت. شوفي لك مو عيب عليك يا منصور، بعد كل هالصحبة والعشرة بتعمل فيي هيك؟ شو عملنا لها؟ شو عملنا؟ عامل حالك ما عندك خبر. لك كان عمي بتقتل القتيل وبتمشي بجنازته. أخي قتلنا القتيل ومشينا بجنازته، إمتى بده يطالعوه؟ بايخة، بطل لي الكوميديا البايخة تبعك. معناتها معبي مني كثير، فهمني شو القصة؟ أنا لك كان سهرني لنصاص الليالي وتنططني مثل السعدان يا سعدان. لك أنا تسميني سعدان؟ ما لقيت لي غير هالاسم؟ كنت عم بمزح معه. وانا كمان كنت عم بمزح معه. هلا هي مثل هي. اخي العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. قلي لي شو عملت انت ومرتك؟ طبقت الوصفه؟ بالله شو؟ ان شاء الله مفكرنا بنص عقل لحتى نطلع من عندك دغري ونطبق الوصفه. ايدي على راسك، طبقتوها ولا لا؟ طبقناها. على شو عم تضحك؟ عم بتخيل منظرك وانت على الاربعه بتنطق فوق الصحن مثل قولها كملها مثل السعدان. لك اخ يا عاطي الاخ، لك ما بتعرف المثل بيقول اللي بيسلمك ما تذبحه لا تذبحه. يا سيدي تعيش وتاكل غيرها. اللي هلا مرتك شكت بالشغله ولا اخذتها جد؟ الظاهر قابضتها جد. عظيم، هذا اللي بدنا. بس ان شاء الله بعد كل التعتير والعذاب نوصل لنتيجه. عقدة الخجل اللي عندك هي اللي خلت مرتك تنعق ايديها ورجليها بمي بارده، وهي انحلت العقده. اللي بقى كيف بدك تفجر صمام الامام اللي عندها؟ ما راح فجره، بس راح افلعه وفلع كمان. بس لا تطول، لان الشركه قرقوني كل يوم تليفونات. خلصت تعديل المسلسل؟ خلصت تعديل المسلسل؟ لا تخاف، يوم او يومين بالكثير راح تسمع مرتي وهي عم تولول وتستجير. يعطيك العافيه انسي امل. نعم شو بدك؟ استاذ جميل ما بعيد الشر ان شاء الله. انت ولاد العب من هون. لك شبكي شبكي، كل ما نجي لعندك بتقلقينا. طولي بالك، لازم تعرفي انه انا هون مثل حكايتك موظف بالمديريه. خلصني قول شو بدك. بدي الطلب اللي جبت لك اياه. خذه ولا العب من هون. اصلا انا مو جاي على بالي انزع مرائي بهالوش. شو بوشي؟
بعد شوي بدك بتصل مرة تانية. والأحسن إني روح لعنده بعد الظهر على البيت اشكره بالتليفون، ما حلوة يقبرني ما نسينا. بس منين جاب المصاري؟ معقول يكون ربحان الجائزة الكبرى عم يخبي علينا؟ لا مو معقولة، وكان بده يحلف وما خليته. بعدين العتال قال إنه معلمه عطاياه بالتقسيط، يقبرني ركب عليه ديو. روح يا جميل، الله يعوض عليك كل قرش ألف. حضرتها نسيت إنها عم تمثل وصارت تقصد كل كلمة عم تقولها. قلت لك من الأول ما صدقتني. أما وقاحة وقلة أدب، لك معقول تحط عينها على مديرة؟ ما بتعرف إني أولاً مزوي وثانياً متجوز وعندي ولدين. أسيدي لو كان عندك 10 أولاد كانت بأخذك. مشان هيك نقلتها لحتى ما تتعلق بالأوهام أكثر وأكثر. بس أنت مالك ملاحظ نقصيت عليها شوي؟ وهي ساعدتك، ساعدتك كثير. هي كانت الطبيبة اللي خلصتك من العقدة، شو نسيت؟ لا ما نسيت. صحيح هي ساعدتني لأخلص من عقدي، بس على نية كانت رح تربطني بعقدة جديدة. أخي أنت أدرى بشغلك، بدك تنقلها إلها تنباع بالعزر. بعدين يا أخي بيني وبينك الواحد يعني لازمه سكرتيرة منصرة حلو وطلتها حلوة يفرفش قلبه هيك الصبح ولو قلي هيك من الأول. لك يلا خلينا نفرح قلبنا شوي. لك يا جميل لسه جناحاتك ما نبزوا، وين بدك تطير؟ شو بدك تساوي؟ عديم وسلت بسلة تين. اصلا ما بقي فيه شيء اكله ولودا. وهي ورده الحلوه اللي بدك تجيبها حلوه؟ شو حلوه؟ اسم على مسمى، بكره بس الدوام بتشوفها. قال حلوه قال، شو جاب امل لمرحبا؟ سلم عليك يا مجيد. ما حلك تشتقلي بكير لسه طلعنا سوا مع بعض من البيت. هذا بكير صار له زمان رايح، يعني بكير راح من زمان كثير اشتقت لك. يعني بدك تقنعني انه بهالساعتين ثلاث اشتقت لي؟ ليش لا؟ ليش لا حبيبتي؟ هدول ثلاث ساعات، ثلاث ساعات وربع ما سمعت فيهم صوتك الشجي ووشك الحلو اللي مثل القمر. اشتقت لك طبعا، ثلاث ساعات وربع هدول. تشتاق لك العافية يا حبيبي، بس هلا شلي الكذبة على جنب وقلي شو اللي جابك. شو وين هنا؟ قصدي رفيقتك هنا. مو هون. وينها؟ شو بدك فيها؟ تكون محل ما كانت. شو بدي فيها؟ شلون شو بدي فيها؟ مو على أساس رفيقتك حبيبتك. رفيقتي وحبيبتي؟ نعم. أنت شو بدك؟ وأنتي مو حبيبتي. على ذمتك حبيبتك. خلاص لازم أسأل عنها لأنه حبيب حبيبك حبيبك. نعم. طولي بالك عم بمزح شبنا روقي. ما عاد تعرف تمسحك من جدك. هلا المهم حياتي وينها؟ مين؟ السيدة هنا. ما اجت اليوم. لا تكون مريضة؟ معناها قومي امشي معي نشتري لها باقة ورد ونشق عليها. يلا بسرعة. كتريك ايدي، ما انا مريضة، اخذت اجازة. اجازة؟ طيب قديش اخذت الاجازة؟ شو بعرفني؟ شو بعرفك؟ ايوه ايوه. طيب حبيبتي هلا هن مو عزمونا ومو لازم نحن نرد لهم العزيمة شي يوم؟ طبعا لازم نرد لهم العزيمة. كتير منيح، عزميهم اليوم. اليوم مالي فاضية. طيب عزميهم على العشاء، منتعشى سوا ومندردش ومنتسلى. بعزمهم بس على شرط. شرطي مثل ما بدك يا شرطة عمري. ما تضايق لهناء بمجاملاتك أبدا. خلاص بجامل جوزة. ولا جوزة. بجاملك أنت، بس اتصلي فيها بسرعة. إذا هيك رح أتصل بسرعة. شو ما حدا عم بيرد؟ الظاهر ما في حدا بالبيت. طب اطلبي الرقم مرة تانية، بجوز ما علق، بجوز النمرة غلط. ايوه اهلين استاذ. حاضر. طيب
قوم روح على محلك، المدير طالبني. طيب والعشاء؟ بعدين بخبره وبخبرك، روح هلا. ايه سيدي انا ماشي، بدك مني شيء؟ تعال عمي تعال، الحساب لسه ما خلص. اي حساب؟ طلع بال 1500 ورقة. انا 1500 ورقة؟ اجرة الرسالة اللي بعتها للجني الازرق. يزعل منك الجني الازرق؟ لك بدك تقفلي معلي كمان. لك يا جميل طول بالك، بتعرفني معي مصاري؟ ما معي مصاري انا. ما دخلني حقي، بدي اياه ناولني. اخي استنى علي بس اخذ حق المسلسل، بدفع لك اياها دبل. لا دبل ولا مبل، بدي 1500 ورقة. طيب نبشني اذا لقيت شيء خذه. بنبشك. لحظة لحظة، شو بتلاقي معي بتاخده؟ ما بقلك معي شيء؟ وبلكي ما طلعوا 1500 ورقة. انت وحظك، يا اما استنى يومين بتاخذ حقك كامل. لا بستنى احسن. ايه ما قلت لك. يلا السلام عليكم. الله معك. حظاتك قلال على فكرة، معي 5000 ورقة. انا علمت لصدقني انا بتاع 5000 ورقة. اليوم بقى. طمني استاذ، شو صار معك؟ التغل تغل خلاص. عشان استاذ، شكرا كثير استاذ، يخلي لي اياك يا رب يا استاذ، هالخدمة ما رح انسالك يا طول عمري يا استاذ. يلا السلام عليكم. لحظة استاذ اذا بتريد. شو بدك؟ انت بدي اقابل ابو رشا. مين ابو رشا؟ المخرج استاذ. ايوه المخرج. الاربعة الاربعة خلص. الاربعة؟ باي. اكيد الاربعة؟ اربعة باي. الاربعة الاربعة الاربعة. نسيت اسألوا اني اربعة. صارت الساعة 12 وهنا ما راحت لسه على الشغل. هلا درو ليش ما راحي؟ مريضة؟ لا تكون مريضة، لازم شق عليها انا. هنا 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 افتحي، لا تكون ماتت هاي كمان. افتحي هنا هنا انا ام محمود، افتحي. انا هنا متي متي هنا. لسا بكير عجيت الولاد. هنا افتحي انا ام محمود، ردي علي، اطلب لك الاسعاف. معقول تكون طالعة من البيت وما حسيت عليها؟ بيجوز، بس ما فارقت الباب ولا لحظة. من بعد ما طلع جميل ما حدا طلع ولا حدا فت. أكيد لساتها جوا وما على قدرانة تفتح. يا ربي شو أعمل؟ لازم أكسر الباب. هيا هنا 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 هنا، افتحي هنا. عمّا يا عم محمود عسى ما تكسري الباب. ما جاية؟ جيتك جيتك يا عم محمود، جيت. عمّا إن شاء الله يعدموني إياك. أنا لا ما في شيء، بس كنت نايمة. كنتي نايمة لهلا؟ ايه كنت نايمة. خلصيني يا محمود، شو بدك؟ لك يقرف عمري، لو كنت عرفانة انك نايمة ما كنت ازعجتك. الله يوفقك، لا تاخذيني. ما مشكلة محمود، اذا بدك شيء من البراد ليكو بالمطبخ، فوتي خذي اللي بدك اياه. أنا ما بدك تعطيني السحن؟ هلا رح تكسري لي الباب مشان السحن. الحقيني يلا. يلا هنا هنا يلا خذي. وينك؟ خذي.
حافظي الوصفة ولا عدلك ياها؟ حافظتها كلها سبعات بسبعات بسبعات. يلا روحي بلشي، سكري الباب وراكي يا مكسورة. ألو مرحبا جميل، شو بدي لك حبيبي؟ جيب معك أكل جاهز؟ إيه لأني نايمة ما فيني أطبخ حبيبي أنت. جيب يلي بدك يا. يلا مع السلامة، يلا روح نعسانة روح. نعسانة أنا. ها ليك السقف لقيته تقبرني. ننفذ الخطة والمهمة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. لفوت أعجنهم وأخبزهم. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. لازم منتظر سبع دقائق. يعطيك العافية. أهلين. مين الست ليلى بالله؟ ليك قدامك. ممكن تشوفينا هالمعاملة بالله؟ 25. 25؟ ليش 25؟ 25 ليرة حق طابع. ليش شو 25؟ ايوه حق طابع. اه ليكون طابع لمكافحة الإيدز. لا هداك بخمس ورقات، هاد بخمسة وعشرين ليرة لمكافحة جنون البقر. جنون شو؟ قال بدها طابع لجنون البقر. ودفعت لها؟ لا ما دفعت لها، قلت لها واصل خمس دقايق لجيب مصاري وارجع، وجيت لعندها حتى اسألها، في طابع بالاسم هاد لادفع لها، وإذا ما في طابع بالاسم هاد لروح اشتكي للرقابة والتفتيش. لك لا يا أخي، لا بدها رقابة ولا بدها تفتيش، الست ليلى بتكون عم تمزح معك، أعطيني ورقك وبعد ربع ساعة خذها خالصة من عند السكرتيرة. بدون طابع جنون البقر؟ لك لا جنون بقر ولا جنون معزة، بس الست ليلى شكلها كيك او حالها انه تمزح معك مسحي تاي جنون البقر. طيب برجع بعد ربع ساعة باخدها. ماشي هاتا. شري الله معك. خاطرة. مع السلامة. شو هي جنون البقر وطابة؟ معقول كون عم تعملها؟ هي رشوة هي. ولي انسي امل، خلي الست ليلى تجي لعندي فورا. ليلى؟ ايه موجودة، لحظة. ليلى ايوه شو بده؟ طيب طيب بخلص هالمعاملة اللي بايدي وبجي. خلص تلك جاي. ليلى شوفي ليش هيك تغير لونك؟ ما في شي. ليلى مين بده ياكي؟ بدهن يعني بالديوان. نجاح بالديوان ولا لا ولا؟ منين طلعتي لي فيها هي؟ نحن عنا بالمديريه هون طابع جنون بقر ب 25 ليره. لا لكان انا طالعتها من عندي. ها انت طلعتيها
ومين مفكري حالك؟ بنظير بوطو ولا شيلات؟ ما بتعرفي انه الشغلة فيها مسؤولية؟ لو ما اجى المواطن اللي عندي وانا هديته كان رح يشتكي عليكي للرقابة والتفتيش. ما عاد فارقة معي، يروح محل ما يروح، يا ريتك مخليه يروح ويشتكي، بركي بيحاكموني وبيحطوني بالحبس، اريح لي من العيشة. راتبي ما عم يكفي لنص الشهر، نصه عم يروح حق دوا لجوزي، وما عندي حدا يساعدني. طلبت منك كم اذن سفر بالشهر، قلت لي ما بقدر بعطيك اذونات وهمية، قلت لك حطني بلجنة المشتريات، رفضت، بلجنة المناقصة. ما رضيت، هددتني بإلغاء تكليفي بالإضافي. شو ساوي؟ واقف على باب جامع واشحد ولا امشي بطريق غلط احسن؟ طولي بالي، خلاص بكره ان شاء الله ان شاء الله بيطيب عز جوزك وبيرجع بيشتغل وبتتحسن الامور. ماشي، امسكي هي المعامله خلصيها وحطيها عند السكرتيره امل، والله يرضى عليك. هي تبع جنون البقر لبقت هيدي، هالمره مرت على خير، بس المره الثانيه ما حدا بيعرف، ممكن نسبب لك القصه مشكله. على كل حال، نظرا لاحوالك الماديه بعدين بوقعوا القرار، راح اصرف لك 300 ليره كل شهرين مكافاه. يلا الله معك. شكرا استاذ، مع السلامه. هلا بكره لا سمح الله اذا انا وقعت من على السقاله وانكسر عصي، مالتي هيك بده يصير فيها؟ الله لا يكسر عص مخلوق. سحر بريحة، شلون بدي اقطعها هاي سبع شقاف؟ هي كلها ما بتطلع شقفة واحدة. يلا اطلع. سبعة. ايه يلا اجيت اجيت. على العادة البشعة اللي فيكن حرقتوا لي الجراس. رن الواحد بيرن. اهلين بام تحسين وبنتها. فوتوا فوتوا سكروا الباب. كيفك ام محمود؟ كيف صارت رجليك؟ منيحة منيحة، تعي خدي حصتك ام تحسين. تعالي تعالي خي. شو هاي؟ خديها واسكتي. طب شو بدي اعمل فيها؟ ما بعرف. لك مين بيعرف؟ نسيت اسألها. لمين؟ خديها انت، توزعيها بتاكليها بتنظر بي على قلبك، المهم خديها. سكري ايدك، تعي تعي سيهم. تعالي. ويلي هدول بتروحي بتوزعي لي اياهم لابو رشا، لابو انس، لابو عدنان، لابو نوراس، للشركاش. وهي اخر وحده للغالي ابو حازم الغالي، الله يجبره ويجبرك. ترجعي لي الصحن. اي احطي انت وامك. يلا سكروا الباب وراكم. هي وزعته للسحر. طيبي يا رجل طيبي. امي شو ها؟ الله العليم، هي يمكن سحر. سحر؟ وليه؟ شو ها؟ امجد واغيض ومبسوطة. قولي لي عيونك طلعت. وين الماما؟ وانا شو بعرفني؟ بجوز تكون بالمطبخ. عجيب، وين بدها تكون راحت؟ جوز لسه ما رجعت من الشغل. ما سمعت شو قالت ام محمود؟ قال ان اليوم ما داومت. ام محمود عم تكذب. ليش بقى؟ مشان تقول لها تفضلي وتضل عنا على الغدا مثل العاده. بس برافو عليك، ما قلت لها تفضلي. شاطر. تعالي هون. وين رايح؟ وين؟ ساعة بالكتير يا ربع ساعة، بحط قولين على حسان وبرجع. اي فوت لجوا، ما في روحة. لا تخاف، برجع قبل ما تجي الماما. شو جابك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولي يا مشي حاله. اهلين امي، امتى جيتوا؟ هلا اجينا. يلا امي انت ويا فوتوا غسلوا ايديكم وفوتوا درسوا قوام لبين ما يجي ابوكم. شو غدانا؟ ما بعرف. لكن مين بيعرف الجيران؟ لا حبيبي، بس ابوك بده يجيب اكل جاهز وما بعرف شو بده يجيب. وليش ما طبختي لنا؟ مع اساس بدك تطبخي رز بفول؟ عال والله عال يا نص نصيص، مو باقي غيرك. بكره ما تتجوز حاسب مرتك. اتجوز وما تضيع يا سبحان الخالق. حلوة انت. يا ترى ليش كان بده ينقلني؟ ما بده يعني ليش؟ ونظبط له كل شغله وكل مواعيده وعم بسل معه كمان. شو بده احسن من هيك؟ معقولة لانه شاف درويش ماسك ايدي؟
بغار علي بغار علي. معقولة؟ بس لو صحيح بغار علي ما كان نقلني إلي، كان نقل درويش. أكيد أكيد مو هذا السبب، مع أني كنت أفضل يكون هو وأنت إلا آخر الدنيا. طيب شو يلي خلاه بعدين يلغي قرار النقل يا أمول؟ لك هي سهلة، أكيد أكيد الأستاذ وسيم أقنعه كرمالي. أنا ماشي يا أنسي أمال. أستاذ جميل، أنا مالي عرفان شلون بدي أتشكرك. لا ولو، أنت بتستاهلي أكثر من هيك. شكرا أستاذ، أنا بكفيني احترامك لمشاعري وإنك ما كبيت تعبي وجهدي بتنكة الزبالة. لا ولو، معقولة، بس لا تواخذيني، يمكن المبلغ قليل شوي، لكن دائما المكافأة هي بقيمتها المعنوية مو بقيمتها المادية. أنو مبلغ؟ تصرفيه بالهنا إن شاء الله. هو شو عم يحكي؟ وأنا شو عم بحكي؟ شو معناته هالحكي أمال؟ فريج كباب، فريج كباب. لا فريج، هلأ بتشوف. بتشارت إنه كباب؟ إيه بشارت. من شو لشو؟ يعني بأكل حصتك يا أنت بتطعميني حصتك. ماشي نعم، وأنا شو بستفيد من كل هالشغلة؟ على حالتين رح أخسر. بدك بدك ما بدك تنباع بالعزاء. إيه إيش عم يدلو أسرة؟ الله يرضى عليك يا أرجيلي. شو جايب كباب مو؟ لا فريج مو هيك بابا؟ لا كباب ولا فريش. لك انا شو جايب؟ على الغدا بتعرفوا وين اما؟ رجعت تنام. روف يا الا البابا اجا. حاضر. بابا قلي لي شو جايب كباب مو؟ لا ما بدي الا. طارق مو هون، قلي لي. ما رح اقول لك. بابا؟ اه. المهم شو كانت امبارح عم بدق بالهاوين؟ ما قلت لك انه دواء لي؟ ما عم تدخل على عقلي. وزعتهم على الجيران ومشي الحال. ليك ليك، صار يتحرك النصاني واللي جنبه. لك شو هالسحر، شيت هنا عطى نتيجة. رجلي بلشت تخف وما عم تنقف علي لجرب امشي عليها. عم امشي ما عم تجعني. الله يصلحك يا هنا، ليش ما عملتي لي هالسحر من اول يوم؟ ما كنا تكلفنا وجبصناها. بقيان الرزقة، يا ترى شو هي؟ أنا قالت لي إنها رح تكون رزقة كبيرة. اليوم شو؟ اليوم التنين، معناتها بكرة التلاتة، بكرة السحب، وبكرة رح تجي الرزقة. يا سلام عليك يا هن على هالسحر. لا انا بقول فريج كباب. فريج كباب. فريج كباب. فريج يا سيدي. انتوا اثنين ما حسرتوا. قوم شوفين بابا. قوم. مرحبا طارق، كيفك؟ مرحبا ابو طارق، يا برني خير يا محمود. ليش كل هالبوس؟ هلكتيني وجعتيلي خدودي. بدي هريوم، بدي نتفهم تنتيف. خير شو صاير لي؟ شوفي شو بدي. شو نتيجة سحري؟ أنا سحر اللي أعطيتيني إياه وخبزته وقطعته ووزعته. شو نسيتي هنا؟ لا لا تذكرت تذكرت. شو سوا فيكي؟ طيب لي إجري. ليكي عم دوس عليها حتى أصابيعها عم تتحرك. شوفي حتى النصاني عم يتحرك. يا عيني إن شاء الله ألف مبروك، معناتها الدواء أخذ مفعوله. حاجة هنا حاجة تتواضعي، لولا سحرك أنت ما بتطيب. إجري وبدوس عليها. اتغديتي محمود؟ مالي نفس من فرحتي. بإجري يا سلام. ليكي شلون عم دور مثل اليويو. شفتي سحرك شو عمل؟ على راحتك، كنت دوقك الفطاير، بس إذا مانك جوعانة بتصطفلي. وأنا ما رح أزعلك، ابنه بيبعت له فالج اللي بده يزعلك. رح بالحكم بفطيرتين أنا. هات شوفي. ها ما بعرف، تعي انت وشوفي. مم.
سلموا ليش ما اجوا معي؟ ما قلت له اني جاي لهون. يا اهلا وسهلا فيك. حبي تقبرني هون. انت تنادي له لابوك قل له تيتي اجت قوام. لا لا تبقي حرام. لا مانو نايم وانت كمان انزل عن حضن تيتي هلا بتتعبها ما عاد صغير. يلا خلي مشتقت له كثير خليه تقبريني. خلي لي اياه. خلي لي سليم شلونك بدروسك؟ ان شاء الله عم تاخذ عشرات؟ يعني تشكيلة عشرات تشكيلة تسعات و وشو كمان كملها للتيتي؟ ليش في اقل من تسعات؟ يعني تشكيلة سبعات تشكيلة ثمانات. اهلين يا مو. اهلين وسهلين. قوم اضوي يا رجيلي قوم. اهلين يا مو خليكي مرتاحه. الله يرضى عليك الهي الله يرضى عليك. شلون صحتي؟ مشتقت لك والله كثير. ابي واختي شلونهم؟ بيسلموا عليك كلهم. منين العلبه انا؟ انا جبت حلوان حلوان العشرات تبع سليم. وانا كمان عم باخذ عشرات. تقبرني الله يرضى عليك. هاي العلبه الك ولو بتكفيكم. خلي مال ايدين مرت عمي. انا حطيهم بصحون تقبرني. ايه تكرم عيوني. الله يرضى عليكي. قلت لها لمرتك عن البراد؟ أنو براد؟ البراد اللي بعثت لنا اياه اليوم الصبح. ليش وصلكم؟ اي وصلنا تقبرني الله يرضى عليك ويوفقك. ان شاء الله الف مبروك يا مو. ما قلت لي درياني مرتك قصة البراد؟ صحيح مرت عمي نسيت بارك لك على البراد الجديد. ان شاء الله الف مبروك وتشوفي على وشه الخير. الله يبارك فيك يا حق. خلي لي اياه ويخلي لك اولادك. ما بعرف شو اجى على بال جوزك انه يشتري لنا براد جديد مع انه برادنا ماشي حاله 10 ايام بسخن 10 ايام ببرد ومع ذلك حط حقه الشيء الفلاني. ولو مرت عمي يعني جميل شو ما جاب لاهله ما بكافيه. الله يخلي لي اياه ويرزقه ويخلي له اولاده يا حق. امين. الله يديمك يا مو. الله يسلمك. تفضلي مرت عمي. الله يخليك فيك يا اهلي. تفضل جميل. تفضل يا مو. شكرا يعطيك العافيه. تفضل جميل. هوش يا حبيبتي عزمتي بيت رفيقتك لعنا على العشاء؟ لا ما عزمته. ليش؟ صرت متصلة أربع خمس مرات في يوم ما حدا عم يرد. هلا يا حجة هاي اتصلي فيهم هلا أعزميهم. هلا؟ ايه هلا شو فيها؟ ايه ما عندي شيء أعزمهم فيه على العشاء. أنت لا تهكلي هم، أنت بس أعزميهم وأنا بنزل على السوق بجيب لك اللي بدك يا جاهز. خليها لوقت ثاني. يي علينا، ليش تخليها لوقت ثاني؟ يعني عزيمة وعزيمة وبدنا نعزمهم، خلينا نقضيها اليوم، ضروري نأجلها لبكره، بكره بجوز يصير معنا شيء كثير مهم، كثير كثير مهم. وأنت ليش قاتل حالك على العزيمة؟ يعني بدك الصراحة ولا بنت خالتها؟ وأنت صادق بنت عمها. بنت عمها لسه ما تعرفت عليها. هلا بلا خلاص قول الصراحة. يعني الصراحة وما بتزعل. ما بزعل قول. دقت خلاقي منك. بدي أتسلى شوي. هاي بسيطة بدك تتسلى هلا بسليك. انت بدك تسليني شلون بدك تسليني؟ بدي العب معك بالشدة وعن صرف بس خلص من ايدي. هلا بدك تسليني بالشدة؟ لك ايش بها الشدة؟ حلوس شدة فيها اربع بنات. الله يسامحك يا دربكة. هلا انا وشي وش بنات انا؟ لك ايه انت اللي وشك وش بنات. هلا خلاص خلصينا قلت لك بطلت لهالعادة. اتصلي فيهم اعزميهم بقى بلا كتر حكي. توعدني تقعد عاقل؟ خلاص بوعدك ملاك. رح خلص واتصل فيه. خلصتي؟ هنو شو بدك تساوي بكل البقدونس؟ اجت على بالي التبولة صار لي زمان ما عملتها. يا سلام بتصدي انه كنت اقول لك ساوي لي تبولة كأنك بقلبي. ليش انا وين؟ لك انت بقلبي وبروحي وبكياني وبكنهي وبجوهري وبداخلي وبكينوتي. تقبر قلبي السحر بلش يعطي مفعوله. لسه ما شفتي شيء. صحيح جميل. اللي شو ساويت اليوم ومع مين حكيت ومين قابلت بالتفصيل.
اللي صار اليوم آخ بإذن الله رح يصير كل يوم. اليوم ما خليت لا مراجعة ولا موظفة من شري، كله على يسلم لي الطول. ولك هدي هدي مالك هدي، دخيل مشية النقوزة يسلموا لي هالعيون من هالحكي اللي بيحبوا قلبك كتير. قدي جاي عبالي اسمعك بإذني يا جميل. رح تسمعي، رح تسمعي كتير. قلي لقلك قلي. ايه منشوف. بتعرفي شو عملت اليوم كمان؟ شو عملت؟ نقلت أمل السكرتيرة البشعة اللي كنت تقولي لي على طول انقلها انقلها. ايه مين بده ينظم لك شغلك؟ عينت وحدة تانية بدالة. بس ما تكون أبشع من أمل. الله يسامحك. ايه معقول أنا أنقل أمل مشان جيب وحدة بشعة؟ هي اللي عينتها بتطية ضبانات العقل، تمت للفستة عيونها، شعر لهون يخزل عين عنا. هدي هدي مالك هدي. مو بس هي حلوة كمان اسمها حلو. ايه ها من زمان لازم كنت تعملها لأقوم جيب الدفة. عجبكم؟ ما همه، رجعنا من الأول. جزء تاني. خلصتي؟ لا يعني ما خلصتي. ولعي. طب خلصي. نعيم روح من وشي، ما بعود اتصل. خلص خلص. يلا هالنوم. نعم جملو. شو رأيك نروح نسهر الليلة عند رفيقتك مهار؟ ليش بقى؟ يعني منه منرد لهم الزيارة ومنه بتشكر السيد نعيم على البراد اللي بعته لأمي. ايه معك حق، بكرة بس روح على الوظيفة بلا لما. ها لا ليش بكرة؟ اليوم مرح لنا ساعتين زمان، نسهرنا شوي وبنرجع. بكرة خلص بكرة. بكرة مالي فاضي، عندي موعد مهم. طيب بعد بكرة. كمان بعد بكرة عندي موعد مهم. الجمعة الجاية. الجمعة الجاية كلها مواعيد مهمة مهمة. إيه لك لا تفضل، ابقى اللي بحاكيها. اليوم فاضي، شو رأيك تحاكيها؟ انت ليه مصر اليوم على اليوم؟ لك ايش بك؟ يعني شو اعمل لك انا؟ نروح نسهر عند وحدة من رفقاتي انا؟ لا لا شو رفقاتي؟ ليش انا عندي رفقات نسوان؟ ما عندي، شو لساتني بالمدرسة انا؟ هلا انا اللي مستغربت له، انت ليش مصر اليوم على الروحة؟ كنت بوس ايديك لنروح نسهر عند شي رفيقة من رفقاتي، بالاخير ما تقبل. ايه هذا كله بفضل السعدان ودق الهاوين والسبع نطاط والسبع دورات والسبع ساعات نوم طب بدون مقلب. ما قلبت، خلينا نروح. أمري لله، هات التليفون لا أحكي معه ولا شوف شو راح يطلع معك بالسهرة. مو على عيني. رن لحاله. ألو. ليل. هلا عم تقلي هنا ناولني التليفون لحاكيها. لا ولو هي القلوب عن بعضها. انت مو بس بالقلب، انت بالحشا والروح والكنه والجوهر والفؤاد، انت ساكنه جوا. ها لا ولا القلوب عن بعضها والله. هذا لطف منك استاذ جميل، ممكن احكي مع هنا؟ اي مو على عيني. لك يكرم ببو عينك يا ببو. ما بدها تحكي معي. حط لي التليفون على اذني. الو اهلين مها. هلا اللي كان عم يحكي معي جميل جوزك ولا واحد تاني؟ لا ايو شو واحد تاني، منين بده يجي هذا الواحد تاني؟ هذا جوزي جميل. ليش بقى مو معقولة؟ رح يقطع جوزي نعيم بالكلام الحلو والمجاملات. اي ما حدا احسن من حدا. وشو هاللي غيره هيك فجأة؟ على علمي بيخجل يحكي كلمتين على بعضهم مع النسوة. ليش ما دريتي؟ جميل انفكت عقدته، بكرة لما بشوفك بحكي لك القصة كلياتها. بكرة بكرة. لك ايه خليني اعرف احكي. شو بدي اقول لك هنا؟ شو عم تعملوا هلا؟ عم اعمل صحن تبوله. مها تعي انتوا نعيم لعنا. يعني مالكم طالعين لمحل؟ وما حدا رح يجي لعندكم؟ طب شو رايكم تجوا تسهروا عنا؟ ايه نحن اجينا لعندكم، لازم تجوا انتوا بقى لعنا. بتعرفي لو متاخره شوي كنت فتحت لك تليفون، كنت بدي اشوف اذا فاضي مشان اجي انا وجميل نسهر عندكم. هي فكرتي هي. معناتها عم ننتظركم، لا تتاخروا. ان شاء الله. مع السلامة. شو قالت لك؟ طمن جايين، يلا حمل حالك روح جيب شوية غراض. خلص أحسن عشرة رح بيكون عندك. أنا كرمال عين، تكرم مرجع عيون. أخ منك أخ، ما بيغير عادته. يلا تصبح على خير ماما. وأنت غلطة منيح. إيه؟ وأنت حبيبي تصبح على خير. لا تتأخروا. وأنت شو فارقة معك إذا تأخرنا ولا لا؟ ما زالك نايم؟ إيه بخاف. بتخاف وأنت نايم؟ إيه بخاف. طيب ماشي حبيبي ما رح نتأخر، نامها، بكرة بدك تفيق على المدرسة بكير. تصبح على خير أمي. يلا حبيبات تصبح على خير.
لك ما غلطت امك لما سمتك جميل. هلا انا بس تشوفني بهالاواعي بدها تنفلج. شو جميل؟ لسه ما خلصت؟ بلا خلصت. شو رايك بهالستايل الجديد من اللبس؟ كثير حلو، بس تعرف لو لابس الوان فرحيه كانت شبشبتك اكثر، مشان السهره. معقول هذا اللي عم يصير؟ انا لبست هيك مفكر بدها تخانقني، قامت طلعت بدها اياني تشبشب اكثر. لك شو بدك تجننيني انت؟ ايمتى اشتريت هالاواعي؟ من كم يوم. وكيف فتت فيهم على البيت من غير ما اشوفهم؟ ما بعرف، يا اما كنتي بالمطبخ يا كنتي مشغوله بشي شغله تانية، فوتهم وعلقتهم بخزانتي بقوط النوم. وديش دفعت حقهم؟ بشي 3500 ورقه، هن بيسوا اكثر، بس صاحب المحل رفيقي ورعاني. ايه لا صاحبك ولا شيء، بتعرف لو انا جايبت لك هدول الثياب كنت جبت لك اياهم بارخص من هيك، هذا جزات اللي بيتصرف من ورا مرته. ايه اذا شاطره كثير بالبيع والشراء لكان نزل اشتري لي كم طقم بكره. ايه تكرم عيونك، من عيوني التنتين. ولا سألتني لشو كل هالطومه.